في دورة تعد السادسة من نوعها استفاد 19 طالبا من 5 جامعات جزائرية من تكوين عال في مجال الاقتصاد الرقمي والرقمنة من قبل مؤسسة هواوي العالمية لأنظمة الإعلام والاتصال الحديثة. كما تعلمون الاقتصاد الرقمي أصبح حديث الساعة، هو من المواضيع المهمة جدا فيما يخص حاملين المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة، ولذلك فنثمن مثل هذه المبادرات التي حقيقة ستسمح للشباب المستفيدين من هذا التكوين من انفتاح نحو العالم، من أنهم ينموا قدراتهم في مجالات التكنولوجيا. أعطونا الفرصة كذلك باش نلتقيوا بمختصين في مجال الشركة الناشئة اللي أعطونا أفكارهم وأعطونا نصائح باش نقدروا نديروا شركتنا الخاصة. التكوين سمح لهؤلاء الطلبة من اكتساب المعارف في مجال التكنولوجيات. البرنامج التكويني الذي بدأنا فيه عام 2015 يخص الطلبة المتفوقين، نتمنى له الاستمرارية حتى نواصل في تكوين وإيصال المعارف للشباب الجزائري كل سنة. هي فرصة ثمينة لهؤلاء الشباب بغرض اكتساب المعارف والمهارات.